اهلا بيكم مره تانية، رجعت لكم تاني، وحشتوني في شويه دول. قبل ما نتكلم هنقول على المطبخ، فاسمحوا لي لساني هتحسوه تعوج شويه، فاقول لكم اهلا وسهلا فيكم. اشتقت لكم كتير، ده هتعرفوا السبب دلوقتي، لان الشيف اللي منوراني النهارده الشيف الاء عادل نجم، ولا نجم؟ نجم نجم نجم. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي حبيبتي. طبعا الخمس دقايق اللي انا قعدتهم معاها قبل ما نبتدي حسيت ان انا لساني اتعوج. اللكنه السوريه حلوه جدا، بس بعد منها بتحس ان انت عايز تعمل كده، مش عارفه. احنا كلامنا سهل وسلس، هم كلامهم فيه دلع. يعني طب الاء، اهلا حبيبي، قولي لي بقى عامله لنا اكل ايه النهارده؟ اليوم قلنا طالما نحن فايتين على الشتاء والناس اغلبها هتتخن فترة الشتاء، يعني هتصير سمينة، فقررنا نبتدي حلقتنا دايت. ممتاز. واحنا اصلا احنا متفقين مع جمهورنا ان احنا هنقدم حاجات مختلفة، يعني احنا مش هنقدم مطبخ طبيعي، احنا هنقدم مطبخ مختلف. هنتكلم عن الدايت، عن الاكل الصحي، الاكل الهيلثي، كل اللي هتحتاجه اللي مش هتلاقيه في المطابخ التانية. عشان أوكي. هيك انا رح ابتدي معكم باكلة حلو. انتوا طبعا هتبقوا مستغربين جدا انه هبتدي بحلو كدايت، واكل يعتبر هي معروفة بدسامتها وبطعمها الحلو، بس بنفس الوقت هي كلها فعلا دايت، الدسم فيها قليل جدا. مستعملين نوع واحد بس دسم عشان بس نظبط الموازين تبعها، اللي هي تشيز كيك الدايت. تشيز كيك الدايت هبتدي اديكم المقادير بتاعتها، هي عبارة عن 2 كوب الا ربع زبادي، عليها 5 بيضات، بالظبط عنا 4 معالق سكر دايت. بس ننتبه للحته دي، سكر في انواع سكر معينه لازم تبقى تقدر تخش الفرن، مش اي نوع سكر دايت. في نوع سكر معين ممكن اي حد يتواصل معي بعدين بالكنترول اعرفه الاسم تبعه بالظبط، لانه اي نوع تاني ممكن ياثر لما يتعرض للحراره يتحرق. لا ممكن يتحول لتسمم. المواد اللي فيه المصنعه فيه بتتحول لمواد مضره. بالظبط. وعندنا بعدين الفانيليا السايله وال 100 جرام او نقول نص كوب ساور كريم او قشطه، هي الماده الوحيده الدسمه شوي معنا، ومعنا كوب كامل جبنه قريش او لبنه خاليه دسم لايت ومن غير سكر تكون، وبس، وفانيليا سايله. وهنبتدي مع بعض المقادير على السريع. اوكي. هنحطها. طب الاء وانت بتشتغلي بقى خليني ادردش معاكي شويه. قولي لي حبيبي. قولي لي، لما بتعملي اكل دايت لازم بيكون الاكل الدايت ده من غير اي سمنه او دسم خالص، ولا ممكن ازود حاجه بسيطه كده؟ هلك شيء طبيعي انه انا اكل حسب نوع البرنامج الدايت اللي انت ماشيه عليه. في برامج دايت مثل الكيتو، ده اساسه هو الدسم اصلا. بعدين عندك لو هنمشي اللي هو نقول النظام الغذائي العادي، لا طبعا ما ينفعش تستعملي حاجات دسمه، لازم كل شغلك يبقى عندك خلي النشويات، خلي سكريات، خلي دسم، سمنه وزيت. حتى لو فكرتي تستعملي زيت يبقى يا زيت زيتون يا يبقى زيت عباد الشمس. اللي حطيتيه دلوقتي ده ايه؟ حطينا البيض والفانيليا والسكر الدايت، هنخلطهم دول المكونات دي مع بعض على السريع. هنحط فلفل اسود. لازم حاجه. انت بتحطي فلفل اسود عندك؟ انا على فكره ممتازه وهايله في المطبخ. ما شكله من بعد اللي انت قلتي لي اياه ممكن. طب لا، عايزه اسالك، قولي لي انت لما بتعملي اكل لحد عامل دايت بتلتزمي بسعرات حراريه معينه؟ هرجع اقول لك نفس الكلمه، حسب نوع النظام اللي هو ماشي عليه. افهمي بقى يا حنان. ايوه بالظبط. لا انت ما شاء الله عنك يا قلبي. انا عم بحكي قصدي انه انا دلوقتي لو انا عم بحكي انه النظام الغذائي اللي ماشي عليه بالسعرات الحراريه بيتحسب، انا لازم التزم فيها كتير منيح، لانه الفرق البسيط بياثر معانا كتير. اما لو نحن بنتعامل بنظام يلي هو مفتوح كسعرات بس بنفس الوقت لازم نتحكم بالنشويات وبالسكريات، انا هون لا مسموح لي شوي العب بالسعرات تبعي. بس ضمن المعقول، شيء ما ياثر علي. طب مقارنه سريعه بقى كده بين الاكل المصري والاكل السوري. اوه فرق شاسع. الاكل المصري يكسب طبعا.
حرام عليكي. الاكل المصري يكسب لا طبعا يا جماعه، يكسب بدسمته. احنا الاكل المصري يكسب بس طعم تحفه. احنا اكلنا المصري يكسب. لا لا لا، هو ما راح يكسب لانه انت اخر على اول بدك اكل هيلثي، يعني اكل يساعدك انه جسمك تتعودي على نظام غذائي حلو. لحظه لحظه، انت مش عشان لابسه النهارده المريله او المريول على رايك احمر فتضحكي عليا علشان الاهلي وانا اهلاويه؟ خالص خالص خالص، يعني يمكن احنا طلعنا خالصين على الاقل، يعني عم بحاول ارضيك شوي. لا هو فعلا الاكل المصري، الاكل المصري معروف بالدسم الزايد. طيب انا عايزه اسالك بس، احنا حطينا دلوقتي الكريمه؟ انا حطيت الكريمه والزبادي والكريمه هحطها هلا. حطيت الزبادي والجبنه، حطيت لا ما انا اللي هستعملها هون لاني ما لقيت الجبن القريش الكريمي، استعملت بدال اللبن الخالية الدسم اللايت ومن غير سكر. يعني في حال ان ما لقيناش الجبنه القريش اللي هي اللي من غير سكر، هنستخدم اللبنه، اللبنه اللي من غير سكر ودلايت بتكون بنفس الوقت. ودي سهله ان هم يلاقوها في السوبر ماركت عادي. بالظبط. اوكي تمام. طيب. هي عندنا اهم شيء، بس في معلومه صغيره هون هنقولها للمشاهدين معانا، انه لما تيجي تضيفي اللبن اللي هو نحن بنقول له لبن، بس مش اللبن تبعكم اللي هي الزبادي عنكم، اوكي؟ لما نيجي نضيفها على اي مكون سايل مثل الطحينه، مثل التشيز كيك، مثل اي نوع، لازم نحن يعني نضربه بايدينا الاول ليصير معنا كريمي، بعدين نضيفه عشان ما يعطيناش تقطيع. طيب لا، عشان الوقت احنا معانا الاكل الحادق بقى ايه النهارده، برضه ملتزمين بالدايت. إيه؟ هقول لك يا، بس انا في معلومه صغيره انه نحن هون ما رح نستعمل بسكويت ارضيه. أوكي. عشان الدايت. اوكي انا هيبقى اللي عندي هحطها بالصينيه اللي بتتفتح من على جنب، وهيبقى في ارضيه صينيه ثانيه مش فيها مي ابدا، وبنكون الفرن 150 درجه، وهيبقى معايا عايزين بقى الشكل النهائي. الشكل النهائي هيك هتبقى، شوفوا متماسكه وشكلها بتشهي على رايكم على قولتكم تفتح النفس. لازم تدوقيها حنان، ما بينفع هيك. اكيد ان شاء الله. الثاني عندي الوصفه الثانيه هي الشيش. سريعا بقى كده هنعمل اوكي. الشيش هي عباره عن سوري، هي مستعمله نوع شيشه اللي هو مش الوراك المخليه، بس هي اسمها كباب دجاج. كباب الدجاج فيه كباب دجاج، يعني كباب فراخ بالمصري، دجاج اللي هي الدجاجه، الدجاجه. ايوه الدجاج. اوكي. كباب الدجاج الدايت هو عباره عن قطع شيش، معلقه زيت زيتون كتير صغيره، فلفل الوان، بهارات كتير بسيطه، بابريكا وزنجبيل وفلفل وكزبره ناشفه وملح وعصره ليمون، وممكن اقدمه مع خضار سوتيه، او ممكن اقدمه مع الرز الابيض. رز ابيض عادي ولا البسمتي رز؟ تحديدا. ويتنقع الرز البسمتي، هي معلومه كمان كتير منيحه للي بيعملوا الرز البسمتي بالدايت، واكثر شيء بيستعمل الرز البسمتي لما بكون بثبت وزن، اوكي؟ بوقت التثبيت الوزن. بتنقعي الرز البسمتي بمي سخنه قبل ما تطبخيه على النار، يعني اقل حاجه نص ساعه. ليش هي البهارات عندي شايفين؟ طب احنا قلنا البهارات وقلنا الدنيا، خلينا بقى نوري الشكل النهائي هيكون معمول ازاي، لان احنا للاسف وقتنا خلص. لا ما في مشكله، انا اوريدي مجهزه عندي الرز. أوكي. هطلع لك عليه الشيش الجاهز هون. الله. طب انا مبسوطه ان الوقت خلص، انا حابه اشوف الاكل الشكل النهائي عشان انا هاكل عموما يعني. بس دلوقتي احنا معانا الشيش اللي هو شيش الفراخ اللي هو كباب، انا مسميته كباب عشان هو بيزك كتير، البهارات تبعه ما فيه زبادي، ما في ثوم، ما في بصل، لا انا معتمده على الطعم، كيف لما اللحمه الكباب بتحطي لها ملح وفلفل بس. أيوة. عشان تظهري طعمه. انا هون مسميته كباب دجاج كرمال هذا الموضوع، يعني كباب فراخ مع الرز البسمتي الابيض دايت، ومعانا تشيز كيك دايت. نختم بيها حلقتنا معاكم النهارده، حبينا نختم بحاجه حلوه وخفيفه علشان يا رب نكون كنا ضيوف خفاف عليكم وما نكونش ضايقتكم. يا رب ما نكونش ضايقناكم، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معانا. استنونا ان شاء الله يوم الثلاث الجاي من الساعه 12 للساعه 1:30 في حياه سعيده. شكرا ليكم والى اللقاء.